حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه انا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنيه ثم سجد ثم رفع راسه هنيه فصلى صلاه عمرو بن سلمه شيخنا هذا قال ايوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه كان يقعد في الثالثه والرابعه